ينضم إلي من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري. أحمد، ما هي أبرز المواقف التي تسبق مراسم التوقيع بواشنطن لاتفاق السلام ما بين إسرائيل والإمارات؟ حزم نتنياهو حقائبه ومعه زوجته سارة وابنيه وذلك للانطلاق إلى الولايات المتحدة. الليلة سوف يسافر عبر طائرة العال، ولكن هذه الزيارة لن تكون سهلة على بنيامين نتنياهو، ففي الوقت الذي هو يريد أن يسافر للولايات المتحدة هنالك العديد من النشطاء في إسرائيل الذين يقولون عليه أن يبقى، وذلك عندما إسرائيل تواجه خطر الكورونا اليوم، انسحاب واستقالة رئيس حزب اليهودات التوراة الديني المتزمت يعقوب ليتسمان من الوزارة من الحكومة الإسرائيلية، وذلك بسبب امتعاضه على القرارات الخاطئة كما يقول التي تتبناها الحكومة الحالية. في المقابل العاطلين عن العمل في إسرائيل ينوون أيضا عرقلة وصول الوفد المرافق لبنيامين نتنياهو إلى مطار اللد. أيضا هنالك الصحافة الإسرائيلية كانت تتناول بأن نتنياهو كان ينوي الذهاب بطائرة خاصة تكلفتها قرابة ربع مليون دولار، وذلك كي يتجنب الجلوس في طائرة ممتلئة بالمسؤولين والصحافة الإسرائيلية، قد يكون أحدهم مصاب بالكورونا، ولكن بعد ضغوط تم إلغاء هذه الفكرة، وسوف يسافر بنيامين نتنياهو على متن طائرة العاب بصحبة الوفد المرافق. ولكن الوفد المرافق نفسه عليه إشكالية. أولا وزير الخارجية الإسرائيلي ليس جزءا من هذا الوفد الدبلوماسي الذي ينوي أن يذهب لتوقيع اتفاقية هامة، ولأن عمليا وزير الخارجية هو عضو في حزب أزرق أبيض وليس عضو في الليكود كما يقولون. أحمد، هل من المعروف يعني تشكيلة هذا الوفد المرافق لنتنياهو؟ هذا الوفد لا يضم لا وزير الخارجية ولا وزير الجيش الإسرائيلي بني غانس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض الشريك الأساسي في الحكومة الإسرائيلية، لا يتضمن مجموعة من الخبراء الأمنيين الذين كان من المفترض أن بنيامين نتنياهو أن يكونوا بجواره في هذه الرحلة. هذه الرحلة سوف يعني يشارك فيها عائلة نتنياهو مثل زوجته وابنيه، وضع عليه علامات الاستفهام. ولكن في نهاية المطاف هذه الطائرة سوف تنطلق في 11:00، سوف تصل بعد 12 ساعة إلى قاعدة عسكرية في قرب واشنطن، وذلك للاستراحة لعدة ساعات والبدء عمليا بمجموعة من اللقاءات التي سوف يقوم فيها بنيامين نتنياهو، ليس فقط مع المسؤولين الأمريكيين ولكن أيضا مع الأيباك، مجموعة من الجالية اليهودية في داخل الولايات المتحدة، وذلك لاستعدادا لهذا اليوم الذي يقولون في إسرائيل بأنه سوف يكون يوم تاريخي ليس فقط مع الإمارات ولكن أيضا مع الإمارات والبحرين، وذلك في إطار توقيع هذه الاتفاقية. اللافت بأن أحد الزعماء في حزب أزرق أبيض كان يقول بأنه قبل توقيع الاتفاق كان يجب أن يتم تقديم الاتفاق في الكنيسة الإسرائيلي للمصادقة عليه، لأن إسرائيل عمليا دولة ديمقراطية، لا يمكن الذهاب وتوقيع اتفاق لا يعلم أعضاء البرلمان ما هو. ولكن نتنياهو عموما تجاهل هذه المسائل وقال وأقنع المجتمع الإسرائيلي بأن هذه قضية أساسية، قضية تاريخية، لا مجال للانتظار، علينا أن نسرع، الرئيس الأمريكي يدفعنا في هذا الاتجاه، ولا مكان الآن لدراسة الموضوع في الكنيسة الإسرائيلي بين أخذ ورد وتصويت لثلاثة مرات كما جرت العادة أو كما ينص القانون في الكنيسة الإسرائيلية، وبالتالي بعد أن يتم التوقيع على الاتفاق مع الإمارات سوف يعود كما قال سوف يعود للكنيسة لعرضه على المجتمع الإسرائيلي، وبعد ذلك يمكن التصويت عليه، لأنه عمليا إسرائيل عمليا تقوم بإبرام اتفاق دولي يجب أن يكون عليه مصادقة من قبل الكنيسة ولكن بعد توقيعه. شكرا جزيلا لك مراسل الغد من القدس المحتلة أحمد البوديري.